السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاك أبو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب الكار. تحياتي ليكم، تحياتي الناس المشتركة معايا القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغات الكلاب في مصر الوطن العربي. تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا ومشكلة بتقابل جميع المربين والغواة سواء مبتدئ في التربية أو أديب. المشكلة دي يا جماعة بتطرح على الساحة ومشكلة كبيرة جدا. الحمد لله بفضل ربنا احنا حلينا المشكلة دي. قبل ما نتكلم في الموضوع ده خالص، تعال سلطان، قبل ما نتكلم على اي حاجة، النهاردة طبعا معانا جرو جيرمن من المستويات المحترمة اللي هي تحترم جرو ان شاء الله بامر الله، ربنا يبارك لصاحبه يا رب. صاحب الممالك الجرو ده الدكتور محمد. الدكتور محمد ده يا جماعة اخصائي تأهيل علاج طبيعي وعصابة ملاعب. طبعا تحياتي ليك يا باشا، وشكرا جدا على الثقة اللي انت حضرتك وثقت فينا بيها. طبعا الثقة دي ما جاتش من فراغ، الثقة دي جات من شغل ومجهود وحلقات وفيديوهات طبعا في الفترة الأخيرة. وطبعا اللي رشحه لينا طبعا الوليد يونس صاحب قناة ازاي تربي كلب. طبعا قال له الحل عند ابو مصطفى، وان شاء الله وامر الله هيكون الحاله كويسه ان شاء الله. طبعا هنجيب الجرو دلوقتي ونشرح لكم ايش المشكله. زي ما انتم شايفين الجرو ده يا جماعه عنده مشكله في رجله الخلفيه او الرجوله الخلفيه. طبعا هو كان حابب اللي هو يتواصل معانا بقاله فتره، بس طبعا اثناء ما احنا كنا مش متواجدين طبعا والتليفون مش موجود معانا والكلام ده كله، طبعا ما عرفش يتواصل معانا. الجرو ده عنده مشكله، كان عنده تمدد رهيب جدا. وطبعا هو تلقاء نفسه الدكتور محمد علشان هو طبعا اخصائي تاهيل وعلاجات طبيعيه وحاجات زي كده. طبعا ابتدى اللي هو يعالج الكلب بالعلاجات بتاعتنا بتاعه الوشكش والكلام ده كله. طبعا الحمد لله بفضل ربنا جابت معاه نتيجه، بس للاسف الكلب عنده نسبه هيبسبليزيا تمام في رجله الشمال. زي ما انتم شايفين اهو عنده عدم ارتكاز، وعنده نسبه ترخي اعصاب في الرجل اللي ورا او الرجل اللي ورا. وزي ما انتم شايفين كده الجارو بيحب يقعد كتير كده. طبعا دي مشكله بتعمل ارتكار للمربي، لان طبعا مشكله العظم عامه بتبقى رخمه او بتبقى زياده عن اللزوم. الهدف عشان تنجح في مشكله العظم بالذات، زي ما انتم شايفين كده الكلب بيبتدي اللي هو يقعد على مراحل، ما بيقعدش مره واحده، وما عندوش الحميه او ما عندوش اللي هو يقدر يمشي ويتحرك كتير تمام، بسبب المشكله بتاعت الرجول الخلفيه. طبعا المشكله دي الجرو ده عنده 3 شهور ونص. المشكله دي لو هي فضلت في الكلب اقل واجب لمده من 15 يوم لشهر، المشكله بتزيد اكتر واكتر بدون علاجات. طبعا بتزيد اكتر واكتر. طبعا خلاص الكلب اصبح عندنا في المركز هنا، ان شاء الله عمرنا هنبتدي نشتغل معاه علاجات، وهننزل لكم برده فيديوهات وتطورات حالة الكلب سلطان. طبعا عشان بنتكلم مرة واثنين وثلاثة يا جماعة، حافظوا على كلابكم. بشكر طبعا الدكتور محمد اللي هو لسه، عشان كمان يعتبر لسه مبتدئ في التربية او لسه مبتدئ في تربية الجرمانات او الكلام ده كله، بشكره على اللي هو فهم وعرف بسرعة ان الكلب عنده مشكلة. في ناس كتير بتبقى غواة وناس كتير بتبقى فاهمة في الكلاب وبيبقى مش عارف اللي هو الكلب عنده حاجة، او بيبقى بيعند مع نفسه ويقول لك لا. طبعا في المراحل زي ما انتم شايفين كده الكلب قام على مراحل، لان زي ما انا قلت لكم الكلب رجوله اللي ورا بتلف على بعضها تمام، وعنده ترخية اعصاب. ادي الكلب قاعد تاني برضو على مراحل. كلب زي ده المفروض في عمر 3 شهور ونص او الاربعه او الثلاث شهور بيبقى لعبي زياده عن اللزوم وبياكل زياده عن اللزوم، لا كمان عنده نقص في الاكل او عنده نسبه فقدان في الشهيه، لان طبعا عنده نسبه ديدان. وطبعا اهو نسبة الديدان واضحة، ده العماص اللي هو يدلك اللي هو عنده ديدان. في عنده حوالين العين جفاف، نسبة جفاف، ده برضو يعرفك ان الكلب عنده ديدان. طبعا ده برضو مؤثر عليه.
كل ده ان شاء الله امر الله هنحله. خلاص الكلب اصبح زي ما قلنا لحضراتكم في المركز عندنا، وان شاء الله بامر الله هنتابع مع بعضنا زي ما قلنا. علاج التمدد او علاج العظم عامه لازم خبره ثم خبره ثم خبره، لازم عين لماحه في التعامل في العلاجات، وعين فاهمه وعين قاريه للمشكله، وعين اهم حاجه يا جماعه التشخيص. طول ما انت فاهم التشخيص هتفتح الصيدليه اللي عندك وهتعرف تعالج، انما ما دام مش فاهم التشخيص يبقى ما تعالجش من الاول. تمام، زي ما احنا قلنا عنده نسبه هيبسبريزيا وعنده نسبه ليونه وكساح في الرجول اللي ورا، ان شاء الله عمر نقدر نعالجها. الموضوع ده بيبقى محتاج صبر، الموضوع ده بيبقى طويل في العلاجات وبيبقى محتاج فتره تاهيل بحيث ان انت تعرف تتعامل معاه. طب هل الموضوع ده الخلاصه بتاعته علاجات بس؟ لا طبعا مش علاجات بس، لكل حاله ليها حاجتها. زي ما انتم شايفين كده الكلب بيقوم على مراحل، ما بيقومش مره واحده. تمام، هو قعد تاني ما كملش ثانيه وقعد تاني لوحده. ربنا يبارك لصاحبه. زي ما انتم شايفين كده برده الكلب قعد خالص برك على الارض تاني. ليه؟ لانه ما عندوش الطاقه وما عندوش، لان طول ما الكلب حاسس ان هو تعبان ما بيقدرش يكمل الطاقه بتاعته. يا ريت نكون عند حسن ظن الدكتور محمد، ويا ريت نكون عند حسن ظن جميع المشتركين. رجاء عاوز الدعم اكتر واكتر منكم، وعايز ان انتوا تشرفوا فيديوهاتنا، عايز ان احنا نتواصل مع بعض اكتر واكتر، عايز تعليقات منكم كويسه. انتقد زي ما انت عاوز بس بالاسلوب اللبق والمحترم داخل النطاق بتاعك. اي حد عايز اي حاجه انا تحت امر باي وقت. رقم التليفون 010-2241-7513، او اتواصل معايا على الواتساب على نفس الرقم، او اكتب لي في التعليقات الاسئله اللي انت حاببها. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه الكلب تاني قاعد تاني. هات الجميع واشوفك على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.